قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وعبد ربه جل وعلا حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان والرحمة كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وقولكم وعملكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أحداث النهاية سلسلة منهجية تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، لا أقدمها من باب الثقافة الذهنية الباردة الباهتة، ولا من باب الطرف الفكري، ولا من باب الهروب من الواقع، وإنما أقدمها تصحيحا للواقع، لأننا نعيش عصرا طغت فيه الماديات والشهوات، وانشغل فيه كثير من الناس عما هو آت، وانحرف فيه كثير من الناس عن منهج رب الأرض والسماوات. قال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل. قال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. قال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذه القلة المؤمنة المباركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فما أحوجنا إلى أن نتذكر يوما سنعرض فيه على الله تبارك وتعالى للسؤال عن الكثير والقليل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكنا قد توقفنا في الحلقة الماضية مع القبر، أسأل الله جل وعلا
أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، إنه ولي ذلك والقدر عليه. لكن اسمحوا لي أيها الإخوة والأخوات أن أذكر بأهم الأصول التي ذكرتها في الحلقة الماضية لتكتمل الفائدة لمن يتابعنا في هذه الليلة الكريمة إن شاء الله جل وعلا. قلت حياة القبر هي حياة البرزخ، وحياة البرزخ لا يعلم حقيقتها ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الله عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولقد خلق الله سبحانه وتعالى الدور ثلاثا، ألا وهي دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، يعني الجنة أو النار. وجعل الحق سبحانه وتعالى الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل الله عز وجل الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها، وجعل الأحكام في دار القرار يعني في الجنة والنار تسري على الأبدان والأرواح معا. إذن حياة البرزخ الأحكام فيها على الأرواح، النعيم والعذاب على الأرواح والأبدان تابعة للأرواح. يزول كل إشكال إذا وقفت على هذا الأصل وعلمت يقينا أن نور القبر وناره وأن سعة القبر وضيقه ليست من جنس المعهود لنا في عالم الدنيا. فنور القبر ليس من جنس نور الدنيا، ونار القبر ليست من جنس نار الدنيا، وسعة وضيق القبر ليس من جنس سعة وضيق الدنيا الذي نعهده ونعرفه جميعا. وذكرت أن رجلين ربما ينامان في حجرة واحدة في فراش واحد، فيستيقظ أحدهما ويقص عليك رؤيا جميلة ويقول لك بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه دخل الجنة ورأى ما أعده الله عز وجل له فيها من نعيم، ويبدو يستيقظ وآثار النعيم بادية عليه بالفعل، والآخر إلى جواره في فراش واحد في وقت واحد في حجرة واحدة يستيقظ وعليه آثار العذاب والآلام تظهر على وجهه وعلى بدنه، ويقول لك بأنه كان في كابوس مروع مرعب وكادت أنفاسه أن تخرج، وكان يريد أن يصرخ ليحرك يده أو ليحرك قدمه فلا يستطيع، ولا يشعر أحدهم بما كان فيه الآخر، لا يشعر صاحب النعيم بما كان فيه الآخر من هذا العذاب الأليم، ولا يشعر الثاني بما كان يحياه أخوه من نعيم. هذا في عالم الدنيا، فما ظنكم أيها الأفاضل بعالم البرزخ؟ ما يحدث فيه أعجب وأعجب وأعجب بكثير. ثم ذكرت أيضا أيها الإخوة والأخوات بأنه لا ينبغي أن نحكم العقل في صريح وصحيح النقل، لأن الدين لو صار يحكم عليه بالعقول لضاع الدين، وإلا فأي دين يقبل؟ هل نقبل الدين الذي يقره عقلك، أم نقبل الدين الذي يقره عقلي أو عقل هذا أو عقل فلان؟ ولله ضر علي رضي الله عنه إذ يقول: لو كان الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. وقد فصلت هذه الأصول في الحلقة الماضية بحول الله جل وعلا، لكنني أود أن أقول بأن العقل السوي لا ينكر على الإطلاق أن يكون القبر دارا للنعيم أو دارا للعذاب المقيم الأليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا إذا اهتدى العقل بنور الوحي، إذ لا يستطيع العقل أبدا مهما كان
صاحبه أن يهتدي إلى هذه الحقائق الإيمانية إلا بوحي من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لا ينبغي أبدا أن نقتصر على كتاب ربنا جل وعلا دون سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يستطيع أحد مهما كان صفاء عقله أن يتعرف على القرآن وأن يفهم القرآن إلا من خلال فهمه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولملاء. وقد قال ربنا لحبيبنا ونبينا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلا بد من العودة إلى القرآن والسنة، لأنك لن تفهم القرآن إلا من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأذكر فقط بهذا الحديث الجميل الذي رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما بسند صحيح من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني السنة. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، يعني كفاية أو القرآن، عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ده تشريع نبوي، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن ما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أولم يقل ربنا جل وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بلى ورب الكعبة. هذه أصول في غاية الأهمية فصلتها بفضل الله جل وعلا في الحلقة الماضية، لكنني تعمدت أن أقدم بها بين يدي هذه الحلقة لتكتمل الفائدة لمن يتابعنا في هذه الليلة إن شاء الله جل وعلا. ثم ذكرت أن الحق تبارك وتعالى قد ذكر عذاب القبر في آية صريحة من سورة غافر، فقال جل جلاله في شأن آل فرعون: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. توقفنا عند هذه الآية: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار، اللهم نجينا من النار. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني صباحا ومساء، هذا عذاب البرزخ، بدليل قول الله تبارك وتعالى في نفس الآية: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. اتفق علماء أهل السنة، اتفق علماء أهل السنة في هذه الأمة أن هذه الآية الكريمة قد ذكرت عذاب الدارين ذكرا صريحا، ذكرت عذاب دار البرزخ وذكرت عذاب دار الآخرة. ثم ها هي السنة، وصلى الله وسلم وبارك على صاحب السنة صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وخلي بالك معاه من هذه الأحاديث الصحيحة الصحيحة بفضل الله جل وعلا، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقعد المؤمن في قبره، أقعد يجلس يعني في القبر، كيف يجلس؟ ما أنا قلت لحضرتك وسر المسألة أن نور القبر وناره وسعة القبر وضيقة ليست من جنس المعهود للناس في عالم الدنيا. يا أخي أنت تستكثر ذلك على قدرة الله سبحانه وعلى عظمة الله سبحانه. لقد روى البخاري ومسلم، سأخرج وأعود مرة أخرى إلى هذا الحديث بإذن الله،
روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان رجل يسرف على نفسه، أي في من كان قبلنا من بالمعاصي والذنوب، فلما حضرته الوفاة جمع أولاده وأوصاهم وصية غريبة جدا من أغرب الوصايا، قال: يا أولادي إذا مت فحرقوني، احرقوني، إذا مت فحرقوني، ثم اسحقوني، فإذا كان يوم ريح عاصف فذروني، وفي رواية في الصحيح: فذروا نصفي في البر ونصفي في البحر. وصية غريبة، رجل جمع أولاده وأخذ عليهم الوصية والعهد إذا مات أن يحرقوه وأن يطحنوه يسحقوه حتى يصير رمادا ترابا، وإذا كان يوم ريح عاصف، يوم يكون فيه الرياح شديدة جدا، يجمعوا التراب وينثروا هذا التراب نص في البحر ونص في البر. وصية غريبة، ليه؟ لماذا؟ فقال: فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. لا إله إلا الله. فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فلما مات فعلوا به ذلك، حرقوه وسحقوه، وفي يوم عاصف نثروا ترابه، نصف ترابه في البر ونصف ترابه في البحر. اسمع بقى ماذا قال عليه الصلاة والسلام، قال: فقال الله عز وجل لهذا الرجل: كن، فإذا هو رجل قائم بين يديه جل وعلا. الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقال الله له: كن، فإذا هو رجل قائم بين يديه جل وعلا. فقال الله سبحانه لعبده: عبدي، ما حملك على هذا؟ ما الذي حملك على أن تفعل كل ما فعلت؟ ما حملك على هذا؟ فقال العبد وهو صادق: خشيتك يا رب، وفي لفظ: مخافتك يا ربي وأنت أعلم. قال المصطفى: فغفر الله له بذلك. اللهم ارزقنا الخشية منك. فغفر الله له بذلك، بخشيته، بخوفه من الله تبارك وتعالى. الشاهد: قال الله له كن فكان، بعدما صار رمادا، بل في رواية في الصحيح: فأمر الله البحر، وبدأ النبي بلفظة البحر، فبدأ: فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البر فجمع ما فيه، وقال الله عز وجل له كن، فإذا هو رجل قائم بين يدي. أتستكثر شيئا على قدرة الله وعلى عظمة الله وعلى إرادة الله سبحانه؟ وسأتحدث بعد ذلك في البعث بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ارجع مال لرواية البراء: إذا أقعد المؤمن في قبره يقال له: من ربك ومن نبيك؟ فيقول المؤمن: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله: وذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد ذكرت أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة. اقرأ مع الآية مرة أخرى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال رسول الله: نزلت في عذاب القبر. أظن ما فيش أصرح ولا أوضح من هذا، كلمات في غاية الوضوح من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. قال: نزلت في عذاب القبر. تريد أن تسمع الحديث مرة أخرى؟ لا بأس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في البخاري ومسلم
من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: إذا أقعد المؤمن في قبره يقال له: من ربك ومن نبيك؟ فيقول المؤمن: ربي الله ونبي محمد. قال: فذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال رسول الله: نزلت في عذاب القبر، بل وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين. خلي بالك من الرواية الجميلة الصريحة دي. قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين، ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، قال عليه الصلاة والسلام: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي لفظ لا يتنزه من بوله. لا، تاني مر رسول الله على قبرين، فقال وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أمر يسير جدا أن يتجنبه الإنسان حتى لا يكون سببا من أسباب عذاب القبر، وإلا فالنبي لا يقلل من خطر النميمة ولا من خطر عدم الاستتار والتنزه من البول، لا، ليس هذا هو المراد، وإنما يسير علينا أن نترك النميمة، يسير علينا أن نستتر أثناء التبول وأن نتطهر بعد التبول. إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وسأعود إليها إن شاء الله تعالى وأنا أتحدث عن أسباب عذاب القبر الآن في الحلقة هذه بإذن الله. أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية في الصحيح لا يتنزه من بوله، وسأعود إلى تفصيل معاني هذه الكلمات النبوية إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه رواية صريحة في عذاب القبر، والحديث رواه البخاري ومسلم. تريد دليلا ثالثا؟ خذ دليلا ثالثا. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. تريد دليلا آخر أم أن هذه الأدلة تكفي؟ تريد أدلة أخرى؟ خذ أدلة أخرى. روى الإمام مسلم في صحيحه، وأحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والنسائي في سننه، والبغوي في شرح السنة، وغيرهم، من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار. حائط يعني بستان، في حائط لبني النجار، وهو على بغلته يركب النبي صلى الله عليه وسلم بغلة له. قال زيد بن ثابت: فحادت به الدابة أو بغلته حتى كادت أن تلقيه، فحادت به الدابة أو البغلة حتى كادت أن تلقيه، يعني كادت بغلة رسول الله أن تلقيه على الأرض حين نفرت مرة واحدة أو فجأة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، يقول زيد: فإذا أقبر ستة أو خمسة، يعني رأوا مجموعة من القبور حينما حادت البغلة برسول الله وكادت أن تلقيه، مرت على مجموعة من المقابر. قال: فإذا أقبر خمسة ستة أو خمسة،
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: متى مات هؤلاء؟ متى مات هؤلاء؟ فقال الرجل: في الإشراك، يعني في الشرك قبل الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ولولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. يا الله، والله تخلي بالك من الرواية ثاني. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ولولا أن تدافنوا، اللهم استرنا تحت الأرض، ولولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وكأنه أمر خاص به، بأبي هو وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام. بل ستعجب أخي الحبيب وأختي الفاضلة، إذا علمتم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة رضي الله عنهم هذا الدعاء الذي سأذكره الآن كما يعلمهم السورة من القرآن إلى هذا الحد. نعم، وأرجو أن تحفظ هذا الدعاء الليلة، ونعلم أنكم جميعا بفضل الله تحفظونه يعني جيدا. أذكر من لم يحفظ هذا الدعاء أن يحفظه الآن بإذن الله. الحديث رواه مسلم وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. كان يعلمهم أن يقولوا دبر كل صلاة، أي بعد الانتهاء من التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب، أيوه، القبر، 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 اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، وسأتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. أذكر الدعاء مرة أخرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضي الله عنهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. خذوا حديثا أخيرا في هذه الأحاديث النبوية الناصعة الواضحة على عذاب القبر، وهو الحديث العمدة في هذا الباب، رواه الإمام أحمد في مسنده، أبو داود في سننه، والنسائي في السنن، والحاكم في مستدركه، ورواه الطبراني وابن حبان في صحيحه وغيرهم من أصحاب دواوين السنة من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. قال البراء، وخلي بالك معايا، قال البراء بن عازب: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفير القبر، وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، وكأن على رؤوسنا الطير، صمت وسكون وهيبة وإجلال للموت. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، وبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عود، عصا صغيرة، ينكت بها في الأرض، يعني يضرب بها في الأرض. ثم نظر إلى الصحابة وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر،
استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، قالها مرتين أو ثلاثة. ثم قال بأبي وأمي وروحي. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. اللهم اجعلنا من هؤلاء الأولياء الأصفياء الأتقياء التي تنزل عليهم ملائكة التثبيت يا رب الأرض والسماء. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه حتى ينتهي الأجل كما حدد الله تبارك وتعالى، فيجلس عند رأسه ثم ينادي ملك الموت على روحه، على روح المؤمن، ويقول: أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. الله، يا رب يا رب يا رب، اجعلنا جميعا وإخواني وأخواتي ممن ينادى عليهم بهذا النداء العذب الحلو: يا أيتها النفس المطمئنة، أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. قال صلى الله عليه وسلم: فتخرج روحه سهلة كما يسيل الماء من في السقاء، تحمل قربة ماء على ظهرك وتصب الماء، ينزل الماء بانسياب وسلاسة وسهولة ويسر، فتخرج روحه كما يسيل الماء من في السقاء، فلا تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، فتأخذها وتلفها في كفن من أكفان الجنة وفي ذلك الحنوط من حنوط الجنة، وتنبعث لها رائحة كأطيب رائحة كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. يقول المصطفى: كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. والله العظيم، والله أسمع بأذني، ولعل كثيرا من المشاهدين مشاهدة الآن من يتذكر الآن كثيرا من أهل الفضل يقولون: فلان حينما توفي والله انبعثت رائحة طيبة زكية ملأت البيت كله، بل وملأت الشارع وملأت المكان. نعم حدث هذا، والله حدث هذا مرارا وتكرارا، ومنا من شم بأنفه ورأى بعينه وسمع بأذنه العجب العجاب. قال: فتنبعث رائحة كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، متشيعها الملائكة، فتقول الملائكة حين يمر الملائكة ممن يحملون الروح عليهم، يقول ملأ آخر من الملائكة: لمن تكون هذه الروح؟ فتقول الملائكة التي تشيعها: إنها روح فلان ابن فلان بأطيب أسمائه التي كان يسمونه بها في الدنيا حتى إذا منتهوا بها إلى ربنا تبارك وتعالى. قال ربنا جل وعلا: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. وما أدراك ما عليون أيها الحبيب اللبيب؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقربين. ثم يقول الحق تبارك وتعالى: وأعيدوها إلى الأرض فمنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. قال المصطفى: فتعاد روحه إلى بدنه أي في القبر، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. من نبيك؟ فيقول: محمد رسول الله. ما دينك؟ الإسلام. وهل عاش في الدنيا إلا على الإسلام؟ وهل عاش في الدنيا إلا على التوحيد والإيمان بالله ورسوله؟ وهل مات إلا على ذلك؟ شاء ربنا وقدر أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ربي الله، نبي محمد، ديني الإسلام. ما علمك؟ يقول الملكان: وما علمك؟ يقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادى عليه أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة
وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من روحها وطيبها. قال صلى الله عليه وسلم: ويأتيه رجل شديد بياض الوجه طيب الريح فيقول له: أبشر أبشر. فيقول: بشرك الله فوجهك الوجه الذي لا يجيء إلا بالخير، من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. الله، أنا توحيدك وصلاتك وصيامك وزكاتك وحجك وبرك وقيامك بالليل وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وصدقتك، أنا حجابك أيتها المسلمة الفاضلة. فيقول: أنا عملك الصالح، وهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول المؤمن: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، حتى يرجع إلى أهله وماله، يريد أن يري أهله مكانته عند الله جل وعلا. قال الصادق: وإن كان العبد الكافر في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة سود الوجوه معهم حنوط مسوح، معهم مسوح ليف من نار والعياذ بالله، فيجلسون عند رأسه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وعذاب. قال: فتفرق في جسده، فتنتزع كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، كما تنتزع قطعة الحديد الصلبة من الصوف المبلول فتمزق الصوف تمزيقا، فتنتزع كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، وتنبعث لها رائحة كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فلا تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، وتلفها في هذه المسوح، فإذا ما أرادت أن تصعد بها إلى السماء لا تفتح أبواب السماء لهذه الروح. ويقول الحق تبارك وتعالى: اكتبوا كتابه في سجين، فتطرح روحه طرحا. قرأ النبي قول الله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وقرأ قوله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم يقال: وأعيدوها إلى جسده فمنها خلقناهم، أو إلى الأرض فمنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد إلى جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. من نبيك؟ فيقول: ها ها لا أدري. ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقال: كذب، أفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، يأتيه من حرها وسمومها، ويأتيه رجل قبيح الوجه نتن الريح، فيقول: أبشر. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يجيء إلا بشر وسوء. فيقول: أنا عملك السيء، وهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن يجعلني وإياكم من أهل النعيم، وأن ينجينا جميعا من العذاب والجحيم، وأن يسترنا بستره الجميل فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخي الحبيب، هذا كلام ربك، وهذا كلام نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. هل تصدق ربك جل وعلا؟ هل تصدق نبيك صلى الله عليه وآله وسلم؟ قد يسألني الآن جمع كبير من إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، الأمر فظيع والخطب شنيع، ويكفي فقط أن ينظر الإنسان إلى القبر حتى وهو بين الأحياء لينخلع قلبه، لينخلع قلبه. الله، لا يستطيع أحدنا
أن يبيت في قبر بين المقابر وهو حي ليلة واحدة، والله لا أستطيع. فما ظنك بعدما فارقت روحه جسده، ما ظنك وقد تركه كل أحد ولم يبق له إلا العمل الصالح؟ أقول قد يسألني أحبابي وأخواتي ما هي أسباب عذاب القبر؟ نعم، سؤال خطير في غاية الأهمية، من الأهمية بمكان أن أجيب عليه الليلة. ما أسباب عذاب القبر؟ عد معايا. النميمة، النميمة، يا الله، النميمة. إيه النميمة دي؟ ما هي النميمة؟ خلي بالك يا أخي وخلي بالك يا أخت الكريمة، النميمة هي نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد. كم وقع في النميمة كثير من الإخوة والأخوات من الرجال والنساء، أسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد، يتحرك من بيت إلى بيت ومن مكتب إلى مكتب ومن مكان إلى آخر ينقل، ألم تسمع أن فلانا قال كذا وكذا؟ وتنتقل الأخت من مكان إلى مكان، من امرأة إلى امرأة، من أخت إلى أخت، من مكتب إلى مكتب، من بيت إلى بيت. ما سمعتيش؟ ده فلانة قالت عنك كذا وقالت عنك كذا وقالت عنك كذا. الله أكبر، الله أكبر. ثم تفتح الأذان لهذه الكلمات الخبيثة الخطيرة، لكلمات النميمة التي تفرق بين الأحبة، التي تدمر البيوت والأسر. كلمة، كلمة نميمة واحدة قد تفرق بين رجل وامرأته، قد تفرق بين أخ وأخيه، قد تسعد بكلمة صادقة أسرة، وقد تشقي بكلمة نميمة واحدة أسرة بكاملها. أيها الأفاضل، لا تستهينوا بالكلمة. أخاطب الأمة، أخاطب أصحاب الأقلام، أخاطب أصحاب الألسنة، اللهم ارزقني وإياكم الصدق واجعلنا من الصادقين. الكلمة خطيرة، الكلمة خطيرة يا إخواني. بكلمة ينال الإنسان رضوان الله، وبكلمة ينال الإنسان سخط الله، وبكلمة يدخل الجنة، وبكلمة يدخل النار، بل وبكلمة تستحل فرج امرأة في الحلال، وبكلمة يحرم عليك فرجها. كلمة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن العبد لا يتكلم بالكلمة، بالكلمة من رضوان الله، لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. خلي بالك من النميمة. وهل أفسد العلاقة بين العلماء؟ وهل أفسد العلاقة بين الدعاة؟ وهل أوغر صدور المشايخ بعضهم على بعض إلا هذه الكلمات؟ نمام يتحرك من شيخ إلى آخر، ومن عالم إلى آخر، ومن داعية إلى آخر، أو نمام يتحرك بين أخ وأخيه وبين زوج وزوجته بكلمة واحدة، يفسد بها الود ويعكر بها هذا الماء الصافي. نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. هل تعرف أخي الكريم ما ردغة الخبال؟ عصارة أهل النار. والحديث رواه أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. اتق الله في قولك، إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي بعد ذلك آمنا مطمئنا، فتصبح الجماعة المسلمة وتمسي وإذا أعراضها مجرحة
وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام، وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. النميمة سبب من أسباب عذاب القبر. خلي بالك يا أخي، اضبط لسانك، والله العظيم لو سمعت الحديث الذي ذكرت إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، والله لو تدبرت هذا الحديث لفكرت ألف مرة قبل أن تتكلم مرة، قبل أن تنطق مرة. وأنت يا أختاه حافظي على توحيدك وعلى صيامك وعلى صلاتك وعلى زكاتك وعلى عمرتك وعلى حجك للبيت الله، حافظي بحفظك للسانك، لا تنتقل من بيت إلى آخر بكلمات قد تفسد الود بين رجل وامرأته، قد تفسد الود بين أخت وأختها، قد تفسد الود والحب بين مسلمة ومسلمة. احذري النميمة. أحذر نفسي ورب الكعبة وإخواني وأخواتي، فالنميمة بنص الحديث في الصحيحين سبب خطير جدا من أسباب عذاب القبر، بل سبب من أسباب إتعاس كثير من المسلمين والمسلمات. كلمة واحدة، لا تستهينوا بالكلمة ولا تحقروا شأن الكلمة، فالكلمة خطيرة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أو عن نميمة سبب خطير من أسباب عذاب القبر. اثنين، عدم الاستتار من البول، منظر شنيع لا حياء فيه، أن ترى رجلا في مكان عام دون أن يستتر، أن تراه واقفا ليتبول، أعز الله مقام إخواني وأخواتي، لا يستتر من البول. انظر إلى هذه القيمة الرقيقة عند محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الستر، أين الستر؟ أين الحياء؟ أين العفة؟ إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. كنا نرى بعيننا ونحن أطفال صغارة على شواطئ البحار هذه المناظر المؤلمة، ولا زلنا نراها إلى هذه اللحظات على شواطئ البحار من عري فاضح. أسأل الله أن يستر إخواني وأخواتي. هذا رجل يعذب في القبر لأنه لم يستتر من بوله، كشف عضوا من أعضائه وهو يتبول، فما ظنك بمن يكشف كل جسده، بمن تكشف عن كل جسدها؟ أسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. أما أحدهما كان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي لفظ لا يتنزه من بوله، أي لا يتطهر بعد تبوله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ديننا دين الطهارة، دين النظافة، دين الجمال، لطيفة أذكر بها نفسي وإخواني: كن طاهرا في الظاهر وفي الباطن على السواء. فطهارة الباطن دليل على طهارة الظاهر، وطهارة الظاهر دليل على طهارة الباطن إن شاء الله تعالى، لأن الظاهر والباطن عند أهل السنة والجماعة لا ينفصمان، لأنه لو انفصم الظاهر عن الباطن صار هذا الإنسان منافقا، أعاذنا الله وإياكم من النفاق. من إن اختلف ظاهره عن باطنه فهو منافق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنفاق نوعان: نفاق أكبر وهو نفاق الاعتقاد، أن يعتقد الكفر وأن يظهر الإسلام، ونفاق العمل، أن يكذب إذا حدث، وأن إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فلا بد من طهارة الظاهر والباطن، لا بد من المحافظة على طهارة الفم، على طهارة الثوب، لا بد من المحافظة على نظافة الفم، نظافة الثوب، على طهارة القدم، على نظافة الجورب الذي تلبسه، حتى لا تؤذي أخا من إخوانك يسجد خلفك في بيت من بيوت الله برائحة الجورب أو برائحة متغيرة للفم. هذا ديننا،
أسأل الله أن يرزقنا لكم الطهارة والنظافة والجمال، إن الله جميل يحب الجمال. فمن أسباب عذاب القبر النميمة، عدم الاستتار، عدم الستر أثناء التبول، كان لا يستتر من بوله، وعدم الطهارة أو لا يتنزه من بوله. ثم أيها الأفاضل، من أخطر أسباب عذاب القبر أكل الحرام. اللهم جنبنا وياكم الحرام وارزقنا ياكم الحلال الطيب. فلقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مات، فقال الناس ورسول الله يسمعهم هنيئا له، إنه في الجنة، إنه من أهل الجنة. فقال النبي: لا والذي نفسي بيده، يا الله، لا والذي نفسي بيده، إن الشملة، الشملة مش ممكن، الشملة شملة قطعة قماش توضع على الرأس أو يربط بها الإنسان وسطه، الشملة قطعة قماش، إن الشملة كالغطرة، هذه كالغطرة التي أضعها الآن على رأسي، لا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم قبل أن تقسم لتشتعل عليه نارا. يا الله، شملة أخذها غلولا قبل أن تقسم الغنائم، سرقها، سرقها، أخذها بغير حق. يا الله، أكل أموال الناس بالباطل، أكل الحرام من أخطر أسباب عذاب القبر. والرزق مقسوم أخي الكريم، رزقك مقدر بفضل الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يقول المصطفى: لا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر قبل أن تقسم الغنائم لتشتعل عليه نارا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وذكر النبي الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فأكل الحرام سبب من أسباب عذاب القبر، من أسباب عذاب النار، من أسباب عدم قبول الدعاء. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الحلال الطيب، وأن يبارك لنا فيه. أخي الحبيب، أخي الكريم، إياك والحرام، إياك والحرام. لا تأكل أموال الناس بالباطل، لا تأكل الرشاوى، لا تأكل أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا، وسيصلون سعيرا. وستترك رب الكعبة كل هذا المال للورثة يتنعمون به ويتمتعون به، وستسأل عنه أنت بين يدي الكبير المتعال: من أين اكتسبت وفيما أنفقت؟ من أخطر أسباب عذاب القبر الكذب والزنا والربا، كما في حديث سمرة ابن جندب الطويل في صحيح البخاري: الكذب والزنا والربا، ما أخطر هذه الأمراض. وهذه والله كانت تحتاج إلى حلقة كاملة، لكن أسأل الله عز وجل أن يبارك في الأوقات لنقف مع كل هذه المعاني. فما أخطرها؟ الكذب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، قال صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم: لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه. أما الزنا،
عافانا الله وإياكم ونجانا الله وإياكم وستر الله إخواني وأخواتي. الزنا كبيرة من أبشع الكبائر ومن أخطر الكبائر، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. من أخطر أسباب عذاب القبر بل وعذاب الآخرة الكذب، الزنا، الربا. وبالجملة أيها الأفاضل، المعاصي، فما العلاج وما الدواء؟ في كلمات قليلة، أن تستقيم على منهج رب الأرض والسماء، أن تمتثل الأمر وأن تجتنب النهي، وأن تقف عند الحد، وأن تبتعد عن النميمة، وأن تبتعد عن الغيبة، وأن تبتعد عن كل ما يغضب الحق تبارك وتعالى. وأذكرك أيها الحبيب اللبيب بقراءة سورة الملك كل ليلة، ففي مستدرك الحاكم وعند الإمام البيهقي بسند صحيح أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبارك الذي بيده الملك هي المانعة من عذاب القبر. فاحرص على قراءة سورة الملك كل ليلة، فإن قدر الله عليك الموت مت على طاعة. وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة أن ينجيني وإياكم من عذاب القبر، وأن يسترنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، ماذا بعد؟ هذا ما نعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.